عمر خربين بتكلم فيه بقى 14 وبتشتم وبيخاط في ارضنا بتاعتنا، وانت بتقول مجرد خبر صحفي. بتقول خبر صحفي. لما قلت مصطفى محمد طلع يقول علينا الفاظ حقيره وريحتها وحشه زيه. ربنا ياخده يا رب بحق جه سيدنا النبي. يا رب خذه اخذ عزيز المقتدر واجعله للظالمين ايه. وطلع يتطول علينا ويسب فينا. يا بيه لسه في 60 بلاغ جداد متقدمين في العبد لله. 60 بلاغ. غير 22 غير 29 غير القضايا اللي في المحاكم. ولا اقدم فيه اي بلاغات الا بلاغ واحد فقط. اللي هو بتاع انتخاب. وعاوز تعمل حاجه اعملها. وعاوز تعمل حاجه ثانيه اعملها، لكن انت بتبقى شغال بضمير. عمر خربين مصر كلها. مصر كلها بقى حديث مصر كلها، مش مصر بس. ده عمر خربين السعوديه كمان. امبارح الهلال بيعترف رسمي بتلقى عرض من نادي الزمان. لكن الافاقين والمنافقين والابيضه ما يقدروش يكتبوا اي حاجه غير لما سيدهم يقول لهم، وسيدهم الصغير مش سيدهم الكبير. بيخافوا يزعلوه. عمر خربين من 4 شهور قلناه. مصطفى محمد قلناه. انه جاي له عروض اوروبيه، ايه المشكله يعني؟ على راي كابتن سيد حفاظ يقول لك ما لازم يجي له عروض. ولازم لعيبتي يجي لها عروض. هو دول لعيبه قليله، ما دول احسن لعيبه، لكن هو ما يعرفش يرد غير بالشتيمه والمؤامرات والكلام الحقير والسافل والمنحط زي. ما يعرفش يعمل غير كده. حسبنا الله ونعم الوكيل. فيشتم كما يشاء ويسيء كما يشاء ولن نرد. وانا ما برفعش قضايا ولا بقدم بلاغات، هو بلاغ واحد بس. بس لما باخد موقف ما برجعش عنه. لو السماء اتطبقت على الارض وكل محاولات الصلح اللي بتتعرض عليا ما عنديش حاجه اتصالح عليها. انا بعمل شغل الصحفي، هو بيشتم بيقدم بلاغات، عنده حاجه عاوز يعملها يروح يطلع على الهواء يعكس ويشيل بلاغاته وقضاياه براحته، عاوز يكمل يكمل. وخدوا دي بقى بفضل الله. بفضل الله وحده. بفضل الله الحق العدل ما كسبش قضيه. بفضل الله. بفضل الله. بفضل الله وحده. بفضل الله وحده ما كسبش قضيه. لكن الشغل والتشهير والشتيمه والتطور مهم.